أغلقت وزارة الداخلية باب التنازل لمرشحي انتخابات مجلس الأمة، حيث وصل إجمالي المرشحين الذين سيخوضون الانتخابات في الدوائر الخمس 207 مرشحين. نعم، يأتي ذلك في وقت تواصل فيه إدارة شؤون الانتخابات بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية إكمال استعداداتها للوصول إلى الجاهزية الكاملة ليوم الانتخاب في 6 من شهر يونيو المقبل. في الوقت الذي تواصل فيه وزارات الدولة المختلفة استعداداتها لليوم الديمقراطي في دولة الكويت، أقفلت إدارة شؤون الانتخابات باب التنازل لمرشحي مجلس الأمة على 40 مرشحا، ليصل إجمالي المرشحين الذين سيخوضون انتخابات مجلس الأمة 2023 207 مرشحين. شهدت إدارة شؤون الانتخابات اليوم الأخير من تنازل المرشحين، عدد المتنازلين 40 مرشح، وبذلك يكون إجمالي عدد المرشحين 207 مرشح. تم تحديد عدد 118 مدرسة راح يكون فيها يوم الاقتراع، كذلك 759 لجنة للذكور والإناث، عدد الناخبين في جميع الدوائر الخمس و 793,646. تقوم إدارة الانتخابات بتجهيز عدد 759 صندوق اللجان الفرعية كذلك الأصلية وما يحتوي من هذا الصندوق من ورقة تصويت كذلك كشف الناخبين. إدارة شؤون الانتخابات تجهز الصناديق الانتخابية لتوزيعها على اللجان الانتخابية في الدوائر الخمس من خلال 759 صندوقا انتخابيا مزودا بكشوف الناخبين وورقة التصويت التي تتواجد بها أسماء مرشحي مجلس الأمة. تنوه إدارة الانتخابات أن يوم الاقتراع حسب ما جاء في قانون رقم 35 لسنة 62 المادة الثانية هو اصطحاب شهادة الجنسية الأصلية وذلك إدلاء في يوم الانتخاب التصويت. قامت إدارة الانتخابات حاليا بتجهيز ليوم الانتخاب 6/6 إن شاء الله يوم الثلاثاء بالتعاون مع تطبيق سهل لمعرفة الناخب قيد رقم القيد كذلك مركز الاقتراع، بتوفير خط ساخن على رقم 1-889-888 وذلك استفسار الناخبين في يوم الاقتراع على رقم الغيد كذلك رقم الجدول كذلك مركز الاقتراع. تحب إدارة انتخابات التنويه للناخبين في يوم الانتخاب في حال فقدان شهادة الجنسية أو تلف الشهادة، تم التعاون مع الإدارة العامة الجنسية وثاق السفر الكويتية بطلب قدم إلى الإدارة العامة الجنسية في يوم الانتخاب للحصول على شهادة لمنهم الأمر صالحة ليوم واحد فقط. وزارة الداخلية تهيب بالناخبين والناخبات بضرورة اصطحاب شهادة الجنسية الأصلية للتصويت بها في يوم الانتخاب أو استخراج لمن يهمه الأمر لمن فقد أو تلفت شهادة جنسيته. جاهزية كبيرة لأجهزة وزارة الداخلية بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية بهدف إنجاح العرس الديمقراطي في دولة الكويت في 6 من يونيو المقبل، يوم الديمقراطية الكويتي. فهد التركي، تلفزيون دولة الكويت.